عمر السلكاوي، مدير تطوير الاعمال باحدى الشركات، سني 38 سنه، عضو النادي الاهلي، ولي الشرف ولي الفخر. العضويه طبعا عن طريق الوالد الله يرحمه، وبعد كده بقيت عضو عامل تقريبا من سنه 2000 او 2001 او 2002، الحقيقه مش متذكر قوي، ولكن ارتباطي بالنادي من وانا صغير خالص. انا كنت ناشئين النادي الاهلي في الهاندبول، بس يمكن قبل كده وانا الحقيقه يعني غاوي ومشجع يعني من وانا لسه تقريبا عندي 7 سنين. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني ورحت ورا النادي الاهلي في كل يعني بقعه في مصر وخارج مصر. فليا الشرف طبعا ان انا اكون الحمد لله رب العالمين يعني مشجع اهلاوي، والحمد لله على طول كنت بساند الفريق في المدرج، والحمد لله رب العالمين يعني شفت انتصارات تاريخيه للنادي الاهلي اتشرف بيها، ودي احلى ذكريات حياتي اللي شفتها يعني عبر يعني المشوار اللي الواحد شافه في حياته. يعني انا ارتباطي بالنادي الاهلي كنت لاعب وكنت مشجع، كنت لاعب هاندبول، ولكن الارتباط الاساسي بصراحه هو فريق الكوره. انا اول ماتش احضره في الاستاد كان اعتزال كابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحه يا رب، كان سنه 88، ده كان اول ماتش احضره في الملعب. وبعد كده يعني بدات بقى احضر واحده واحده كده. الحقيقه كنت بروح الاستاد الفتره دي كلها، والحقيقه ما كنتش اعرف حد، لغايه سنه تقريبا 2000 او 2001 بدات اتعرف على مجموعه شباب يعني من افضل ومن خيره الناس، مشجعين اهلاويه حقيقيين بيروحوا ورا النادي الاهلي في كل مكان، وهم يعني ناس افاضل الحقيقه، والى الان الحمد لله رب العالمين ناس على طول مواظبه برضو حتى في فتره يعني للاسف منع الجمهور. الناس بتحاول تيجي، الناس بتعمل كل حاجه عشان تبقى ورا فرقتها، اللي بيبقى ظروفه قادرة ان هو يقدر يسافر ورا الفرقة برا مصر على طول اول حاجة في تفكيره ان هو يسافر، عشان طبعا للأسف قرار المنع اللي هنا قرار منع الجمهور، فاحنا للأسف بنضطر ان اكتر الوقت الماتشات اللي هي بتبقى خارجية. طبعا يعني خلال المسيرة دي الحقيقة في يعني ماتشات انا لا يمكن هقدر انساها من حياتي، يعني في طبعا فرح وفي انكسار، ودي طبيعه الكون، وهتكلم على الاثنين الحقيقه. طبعا الاكبر يعني من اكتر الاجوال اللي في حياتي فرحتها في الملعب كان جون اتمنى الناس تفتكره معانا، جول احمد فيليكس في نادر السيد موسم 95 96، كان الاهلي والزمالك، ويعتبر الماتش ده كان ماتش الفيصل والماتش اللي هيحدد مين هو هيبقى بطل الدوري. احنا في الموسم ده كنا متاخرين بفرق نقط كتير قوي قوي عن الزمالك، ولكن يعني ثقه الجمهور النادي واداره النادي والرجاله اللي كانوا معانا وقتها حقيقي فعلا، الحمد لله وصلنا ان احنا دخلنا الماتش ده متعادلين مع الزمالك في النقط، وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا ان احنا الحمد لله كسبنا الماتش ده 2-0. يعني جول احمد فيليكس ده انا يمكن هنساه، جول احمد فيليكس الصرخه اللي طلعت من جمهور الاهلي ساعه الكره وهي داخله الشبكه انا يمكن ما سمعتهاش في حياتي تاني. الارض اتزلزلت، يعني انا فاكر يعني زي ما يكون في زلزال. الاهلي كله بيبتديها من ناحيه الشمال، وفيليكس بيتحرك تحرك سليم، هو فين طبعا جول محمد ابو تريكه في صفاقسي، طبعا جول احمد فتحي في طلاع الجيش 2009. في حاجات الحقيقه الواحد لا يمكن هيقدر ينساها من حياته. في انكسارات طبعا، ما حدش فينا يقدر يقول ان الرياضه الفوز بس، لا، في انكسارات حصلت، زي مثلا النجم الساحلي في 2007 نهائي دوري ابطال افريقيا، زي الاهلي والوداد 2017 في محمد الخامس، انا حضرت الماتش ده هناك في المغرب. للاسف الماتشات دي احنا ادينا فيها وربنا ما اراد لناش التوفيق وما ارادش ان احنا ناخد الكاس،
ولكن للامانه الماتشين دول بالذات رغم ان كان فيهم انكسارات مره انك بتخسر نهائي دوري ابطال افريقيا والكاس قدامك، لكن الحقيقه الماتشين دول بالذات رجاله النادي الاهلي قدمت ومفيش حد في اللعيبه تاخر ولا الجهاز الفني، بس ربنا ما كتبش التوفيق. من اصعب برضو الماتشات اللي الواحد يعني شافها يعني ماتش نهائي الكاس بتاع الاهلي والزمالك موسم 2015 كان برضو خساره مره. ولكن احنا لما بنيجي نتذكر دلوقتي الخسائر، الحقيقه انا نفسي مش فاكر حاجات غير حاجات قليله قوي، لان الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي معودنا ان احنا الفوز بالبطوله والهدف بالنسبه لنا انك انت تكسب البطوله، فبالتالي المركز الثاني هو الخساره. الحمد لله رب العالمين ربنا خلق الواحد اهلاوي لان هي دي اللي ماشيه في حياته. من اهم انجازات كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحالي، وهم كلهم افاضل وناس اصدقاء وناس محترمه وناس الواحد تشرف بانتخابهم، هي ان هم حاطين يعني فيوتشر بلان او حاطين خطه مستقبليه للنادي الاهلي. بمعنى هم شايفين ان الجيل ده هيسلم جيل تاني وهيسلم كوادر تانية عشان هي اللي تستلم وتمسك الراية من بعدهم. محدش فكر في نفسه، محدش قال انا ومن بعد الطوفان، انا النهاردة موجود ماليش دعوة بغيري بكرة هيبقى عامل ازاي. بالعكس الناس فكرت في بكرة، فكرت ايه اللي هيتم فيما بعد، اللي هيتم ان في شباب من النادي الاهلي، ناس متربيين جوه النادي الاهلي وناس شافت النادي الاهلي وناس عشرت النادي الاهلي وناس تشرفت بالنادي الاهلي، هم دول الكنز الحقيقي اللي في النادي الاهلي. النادي الاهلي الكنز الحقيقي هو جمهوره. هي دي يمكن دي اهم يعني جايزه واهم اسد او اهم يعني حاجه النادي الاهلي بيمتلكها، اهم اصل النادي الاهلي بيمتلكه هو جمهوره. وجمهوره هو اعضائه، عشان لازم الحته دي الناس كلها تبقى فاهماها. جمهور النادي الاهلي هم اعضاء النادي الاهلي. مفيش تفرقه عندنا ما بين عضو ومشجع. العضو هو المشجع والمشجع هو العضو. كان من ضمن مخطط مجلس الاداره الحالي هو ان هو يجذب الشباب للنادي الاهلي، ان هو يشارك بشكل فعال في اي ايفنتس او في اي تجمع او في اي حاجه تخص النادي الاهلي عشان يكتسبوا الخبرات ان هم فيما بعد ان شاء الله هو اللي يقود الامور. الحقيقه انا تشرفت بدعوه يعني صديقي واخويا الدكتور محمد سراج في بطوله افريقيا في للبنات. تشرفت بدعوته ان هو قال لي انت يا عمر هتمسك ملف معايا، الملف ده خطير جدا، هو ملف الجمهور. والحقيقه يعني لقيت كل مساعده منه ومن الاداره التنفيذيه بقياده العميد محمد مرجان. للامانه الناس ساعدت بكل يعني الطرق والسبل. الحقيقه يمكن خبرتي طبعا في التنظيم او في الحاجات دي ما كانتش كبيره، لكن هو ده كان الهدف، ان احنا بنحاول ان احنا نمسك الناس اللي في النادي وبنحاول نعدهم للمستقبل ان هم اللي هيبقوا موجودين. انا الحقيقه طبعا كانت فرصه وشرف ليا طبعا ان انا اشارك في يعني از فولنتير في تنظيم حاجه زي كده للنادي الاهلي، واتشرفت بحاجه زي كده جدا. كان فيها مجهود طبعا، ولكن المجهود للكيان اللي انت بتحبه ولا كانك حاسس بحاجه، بل بالعكس انت بتبقى عايز تشتغل اكتر واكتر. الحقيقه يعني في البطوله دي للامانه كانت فرصه كويسه جدا 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 ان انا اشوف الشغل داخل النادي الاهلي بشكل احترافي اكتر، وشفت كيفيه اداره الامور بشكل اوقع. الحقيقه يعني سواء اللي هو علاء او سواء العميد محمود حزين او سواء كريم، الناس ساعدوني بكل الطرق بحيث ان احنا في النادي الاهلي هنا كلنا واحد. هنا الناس بتشتغل ان احنا كلنا اول ان وان، احنا كلنا بنحاول على قد ما نقدر ننجح الكيان، وعندنا الاشخاص اللي بتنجح الكيان ما بنفرقش ما بين مين ده ومين ده.
بالعكس الناس كلها حاولت تساعدني ويمكن اكتر كمان من اي من اي موقف تاني. الناس حاولت تساعدني بكل الطرق عشان كلنا ننجح. عائله الاهلي زي ما قلنا قبل كده في برنامجنا، عائله الاهلي هي دي العيله، كل انواع الاسره، انواع الاسره كلها هي دي العيله. لكن اساسها ايه؟ اساسها نشوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا. عشان نجيب برضو موضوع فكره عيله الاهلي من الاول، يمكن في الاول كانت لقت بعض يعني ان الناس ما كانتش متفهمه قوي الموضوع، وانا الحقيقه كنت واحد منهم. ما كنتش متفهم قوي معنى كلمه، ما هي معنى كلمه عائله الاهلي. الحقيقه فهمت بعد كده وتحمست للموضوع ان معنى كلمه عائله الاهلي مش مقصور على بعض الناس في النادي، لا. كلمه عائله الاهلي هي بتشمل المشجع، بتشمل العضو، بتشمل الموظف، بتشمل العامل، بتشمل كل من ينتمي للنادي الاهلي. هي دي معنى كلمه عائله الاهلي. مفيش تفضيل لحد على حد، بالعكس انا بحاول ندخل كل الناس وكل من هو منتمي للنادي الاهلي ان هو يظهر بافضل شكل وعده للمستقبل. هي ببساطه هو ان احنا بنحط كل يعني عوامل النجاح، ان كلنا يبقى ماسكين في ايدينا في ايدين بعض، ان شاء الله ان المركب دايما تبقى في احسن مراحلها وتوصل باحسن طريقه ليها. بحيث ما ينفعش ان 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 وجود كلمه عائله الاهلي كانت تبقى مقصوره على يعني ناس معينه او كده، بالعكس هي لما اتفهمت الصح بتاعها الناس كلها بدات تتفاعل فيها. لان الحقيقه وجود الناس التي تمثل النادي الاهلي خير تمثيل، الحقيقه ده كانت من الحاجات اللي كانت تنقصنا زمان. دلوقتي الحقيقه بقت موجوده، الناس كلها بتحاول تشارك، الناس بتحاول كلها انها تخدم النادي، الكيان اللي انت بتحبه. فانت اعتقد ان مفيش حد في الدنيا هيتاخر على كيان اللي هو بيحبه وبيعشقه. فهي دي الفكره، ان احنا بنحاول نحط كله في مكان واحد، والمكان ده الجميع بيتعاون فيه كل في تخصصه. اتشرف بان انا حضرت كابتن صالح سليم الله يرحمه، حضرت كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، حضرت ناس محترمه كتير جدا 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 جدا. ولكن انا في حد اللي اثر الحقيقه فعلا في شخصي بشكل رهيب، وهو مش ابن النادي، وهو راجل اجنبي، مستر مانويل جوزيه، او مانويل خوسيه بقى بالنطق الصحيح له. يعني الراجل ده اثر في حياتي حقيقي، اثر في حياتي الوظيفيه، اثر في حياتي العمليه، أثر في حياتي في بيتي، أثر في حياتي في كل مكان، أو في كل يعني مكان أنا كنت متواجد فيه. عرفت معنى كلمة النجاح بصراحة الراجل ده أول من يعني أثر فيا، إن كان في كلمات كتيرة جدا يعني الحقيقة تشرفت بمقابلته حتى خارج النادي الأهلي أكتر من مرة. وكنت بحاول وإحنا في أي قعدة إن أنا أستفيد منه. الحقيقة من أكتر الناس اللي استفدت منها في حياتي. بوجه له طبعا التحية طبعا يعني هنا، يعني أتمنى طبعا إن هو يبقى في أحسن صحة وأحسن حال. مؤكد إن هو يعني غيابه عن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يبقى موجود معانا كراجل محب للنادي الأهلي وكراجل عاشق للنادي الأهلي. مستر مانويل ما كانش موجود هنا عشان جاست إن هو مدرب وماشي، الراجل ده حب الكيان وحب النادي حقيقي وحب جمهور النادي. مش هنسى ليه مواقف كتيره جدا جدا مع جمهور النادي الاهلي. كنا في ماتش النادي الاهلي والاسماعيلي 2009. الماتش ده كان بتاريخ 8 يناير 2009، كنا بنلعب الاسماعيلي في اسماعيليه. الماتش خلص، كسبنا بجون بركات. وفجأة لقينا إن البيبان مقفولة وإحنا قاعدين لغاية الساعة 4 الصبح. 4 الصبح الباب ما اتفتحش غير الساعة 4 الصبح. طبعًا إحنا عرفنا بعد كده ليه.
لان جمهور الاسماعيلي كان محوط الاستاد ومش عايز يعني ان هو يخرج جمهور الاهلي بره. للامانه الموقف بقى اللي فعلا يعني اثر فيا جدا جدا، مستر مانو ما رضيش يركب اتوبيس اللعيبه وان هو يمشي باللعيبه، لا مستر مانو ركب عربيه البوكس وكان مصر عربيه البوكس بتاع الشرطه هو واللعيبه، وكان مصر ان هو ما يتحركش الا لما جمهور الاهلي يطمن عليه ان هو مشي. من الحاجات اللي انا عمري ما هنساها ان هو ما فكرش في نفسه، هو فكر في لعيبته وفي الجهاز بتاعه وفي جمهوره. اعتقد ما فيش مدرب اجنبي بيعمل المواقف دي. الموقف الثاني طبعا اللي ممكن انساه، كان في احد المشجعين ربنا يرحمه يا رب، كان توفى الله قبل في احداث يعني قبل كده، فكان ده ليله ماتشنا مع مصر المقاصه. الراجل كان يعني كان لابس تيشرت تحت البليزر بتاعه وكان كاتب عليه ريب او ريست ان بيس على التيشرت، وخلى الجهاز الفني كله يلبسها وراح ناحيه جمهور الدرجه الثالثه وقلع البليزر يعني كتخليدا لذكرى المشجع ده الله يرحمه. الحقيقه الحاجات دي ما مش هتلاقي، مستحيل مدرب اجنبي بيفكر بالطريقه دي. الكلمه اللي انا عايز اقولها لعيله الاهلي اللي هم تاني عشان ناكد على المفهوم بتاع عيله الاهلي، عيله الاهلي هو كل من ينتمي للنادي الاهلي، مش مقصوره على يعني فئه معينه، لا هي كل مشجع ينتمي للنادي الاهلي ومن عيله النادي الاهلي. الكلمه اللي عايز اقول نقولها ان احنا لازم نفضل متماسكين ومترابطين. طول ما احنا عندنا الـ يعني ان احنا نقدر ان احنا نترابط ونتماسك ونحاول ان احنا ما يحصلش اي مشاكل او اي خلافات، طول ما الامور هتمشي بالطريقه دي ده اكتر عامل مساعد هيساعد النادي الاهلي في تتويجاته ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان دور الناس في النادي الاهلي الاعضاء والمشجعين يكبر الفتره اللي جايه، وانا متاكد ان اداره النادي بتحاول انها تبذل كل ما في وسعها ان يبقى ان شاء الله في البطولات اللي جايه ان مشاركات اكتر لاعضاء النادي الاهلي، بحيث ان الناس تحس ان هي ليها دور في النادي. دي الحقيقه انا اشكر مجلس الاداره فعلا عليها.